السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية الأخوات والإخوان المشتركين في القناة، وتحية كذلك لهواة جمع القطع النقدية المالية القديمة سواء كانت معدنية أو ورقية، وتحية لكل مشاهدي هذا الفيديو. اليوم أخواتي إخواني، من بين كل هذه القطع النقدية حيث نجد من بينها قطع نقدية فرنسية، إيطاليا، إسبانيا، إنجليزية. نخسر لكم واحد القطعة النقدية لدولة من دول إفريقيا. هذه القطعة النقدية هي دي أمامكم، إنها قطعة نقدية لغينيا بيساو كما كتشوفوا أخواتي إخواني، ريبوبليكا داغيني بيساو. هذه القطعة سكت سنة 1977، وهذه القطعة تساوي 5 بيزوس. نشوفوا مزيان على وجه هذه القطعة النقدية، مكتوب عليها، نقرب أكثر، هيا يونيداد لوتا بروغريسون، كلمات بالبرتغالية تعني اتحاد، مقاومة، وتقدم. وهذه مناسبة أنني نتكلم لكم على غينيا بيساو. وجمهورية غينيا بيساو دولة غرب إفريقيا على ساحل المحيط الأطلسي، وواحدة من الدول الإفريقية الصغيرة، حيث تحدها السنغال من الشمال، وغينيا من الجنوب والشرق، والمحيط الأطلسي من الغرب. كانت تسمى في الماضي أثناء الاحتلال البرتغالي بغينيا البرتغالية، ولكن بعد الاستقلال تم إضافة اسم العاصمة بيساو لاسم غينيا لمنع الخلط بينها وبين جمهورية غينيا، والآن الاسم ديالها هو غينيا بيساو. تقريبا السكان ديال عدد سكانها 1,400,000 نسمة، ومتوسط العمر لدى سكانها هو 57 سنة، نتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، أشكركم على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.